كنظن انه هذا الامر يتكرر كل مره وهذا السؤال دائما يتكرر، فكنظن انه بغض النظر على مع من يمكن الفرق المغربيه غتكون متنافسه، فالاولى هو نشوفوا المستوى ديال الفرق المغربيه واش هي جاهزه ولا ما جاهزاش. نهضه بركان والرجاء يمكن كيشتركوا في واحد النقطه واحده، هو كاين واحد النوع من تراجع في المستوى كيبان، واش انه من التوقيف ديال الطويل ديال البطوله، واش التعب ديال بعض اللاعبين في الشان اللي كانوا مشاركين من الفريقين، فهذه كلها معطيات يمكن انه المدربين يمكن في مؤهلين اكثر من اي شخص اخر باش يمكن انهم يحكموا عليها. كنظن الرجاء ونهضه بركان الا كانوا في المستوى ديالهم المعهود وبالقوه الكافيه، فكنظن انه غتبقى نسبيا مساله قيمه المنافسين غتبقى يمكن انها جزئيه باش يمكن انه الفريقين يضمنوا التاهل ديالهم. فالمعطى الاساسي انا بالنسبه لي هو الرجاء ونهضه بركان بالخبره اللي مراكمينها على المستوى الافريقي، واش غيكونوا جاهزين في الموعد، والموعد كنظن انه ما بعيدش بزاف لانه الامر يعني تقريبا واحد الاسبوعين او اكثر من اسبوعين بقليل، وبالتالي فالمساله انا بالنسبه لي كتعلق بالفريقين المغربيين كيفاش غيكونوا، بغض النظر واش انه غنلعبوا مع بيراميدز او نلعبوا مع الزمالك او نلعبوا مع فريق اخر.